السلام عليكم. كنت تواجدوا في حي الحبس او حي الحبوس. هذا الحي هذا اللي كان تاثر بشكل كبير بالتداعيات ديال كورونا، على ان جميع التجار ديال الصناعه التقليديه كانوا قفلوا وكانت عندهم مشاكل كثيره. اليوم بعد ايام فقط على عيد الفطر جينا نشوفوا الحال والاحوال ديال التجار ديالهم. بقوا معنا. لا، الزياده بالنسبه لنا حنايا ما كايناش زياده في سميتو، دائما كيبقى الثمن على حسب الجوده، فهمتي؟ يعني ما عندناش الزياده اصلا، ما كاينش. كاين واحد شويه بالنسبه للناس اللي هما كيفيرون، اللي هما كيعطيو الناس العاد تزاد لهم واحد 2 دراهم 5 دراهم مثلا في المتراج بالنسبه لهما، للناس اللي كيخدموا لنا، ولكن حنا ما كنزيدوهاش، ما عندناش تاثير عليها حنا باش نزيدو على الناس. كيبقى تتبقى يعني الثمن على حسب الجوده. الزياده ما كايناش، الحمد لله الساعه موجوده، الزيادة ما كانش زيادة، تمام الحمد لله، تمام وفق مزيان وحاجة مزيانة، وكلها كاين اللي جهدوا، كاين مزيان كاين مويان كاين الغالي كاين مويان، كل واحد اش كيبغي. هي رجعت تقام تقريبا 1100 درهم، هي والفرجية وجابادور وجلابة السوزية كما تتلاحظ معايا هنايا في جلابة السوزدي، فهمتي؟ وكاين المليفة حتى هي، فهمتي؟ وكاين اشكالات اخرين بحال هاد التروبيات بحال هكا. هاد المناسبه راه كبيره عند الله سبحانه وتعالى، راه كتشوف المغاربه تبارك الله كيحافظوا على التقاليد والعادات ديالهم، والجلباب من العادات الاصيله والعريقه ديال الشعب المغربي. دائما في جميع المناسبات الدينيه تنجيو لهنا للحبوس، تلقاو فيه جميع المنتوجات اللي تنبغيو. أثمنة مناسبة.